السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض كلمات التكنولوجي الميديكال ترمينولوجي، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حرف ال M. أول حاجة نيوريسيس عصاب، وبعد كده قلنا إن الأمراض النفسية تنقسم لسايكوزيس أمراض ذهنية، نيوريسيس أمراض عصبية. وهنا مدرج بعض أنواع الأمراض العصبية زي الهستيريا، هستيريكال نيوريسيس، انكزايتي اللي هو القلق، فوبيك نيوريسيس مرض او اصاب الخوف. وفي اخدنا قبل كده في انواع كتير للفوبيا زي سوشيال فوبيا اللي هو الرهاب الاجتماعي او الخوف الاجتماعي، اجورا فوبيا، و فوبيا. وفي لو دخلنا على النت اكتر 150-200 نوع من الفوبيا. عصاب الوسواس القهري بنقول عليه obsessive compulsive. عصاب الاكتئاب depressive neurosis. وسواس فقط obsession. والobsession كنا قلنا قبل كده في محاضرة السيمتوماتولوجي، افرق بين الobsession مجرد فكرة متكررة معايا كتير، مجرد ان هي بتتكرر في الصوت، لكن لو قمت وطورت الفكرة دي وعملت اكشن اكت ده اسمه compulsion، عشان كده على بعضه اسمه وسواس قهري. الوسواس هي مجرد افكار، وقهرية لان بقوم اعمل الاكت اكتر من مرة، زي اللي انا مش متأكد قفلت الباب ولا لا، فادخل انام على السرير ارجع اعمل تشيك على الباب، هنا اوبسيسيف كومبالسيف. لكن لو بفكر بس وانا على السرير قفلت الباب وقفلته، بعدين ارجع اعيد الفكره مره واثنين وعشره وخمسين، يبقى وسواس قهري اوبسيسيف كومبالسيف، وسواس اوبسيشن ادراك اورينتيشن، ادراك اورينتيشن. في حرف البي هنلاقي في حالات الذهان بارانويد ستاتس، بارانويد ستاتس. ومن ضمن الامراض الذهنيه زي بارانويد اسكيزوفرينيا، بارانويد اسكيزوفرينيا، خوف مرضي او رهاب، فوبيا، فوبيا، مرض باركنسونيز، 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 شخصيه بيرسوناليتي، بيرسوناليتي، معالجة نفسية سايكوثيرابي، سايكوثيرابي في محاضرة كاملة عن السايكوثيرابي، تقولي أنواعه وأهدافه وبستخدمه ليه والأدفانتش وديسأدفانتش لكل طيب في السايكوثيرابي، وهو من أنواع العلاجات النفسية علشان تعملني تأهيل للمريض، تعلمه تقدر تغير في السلوك في الأفكار وهكذا. عقاب punishment، تقرير report، إفاقة recovery. وكنا recovery دي ذكرناها قبل كده إن في الـ ECT اللي هي العلاج بالجلسات الكهربائية والعلاج إيقاع مخ، فيها 3 rooms، waiting room، ECT room، و recovery room اللي هي حجرة الإفاقة. في حرف الاس عندنا بعض الترمينولوجي، نوم sleep، ولو قلنا اضطراب في النوم هيبقى sleep disorder، اضطرابات النوم sleep disorders، فصام schizophrenia، اسكيزوفرينيا. وقلنا الفصام غير انفصال الشخصية، الفصام ده مرض ذهاني يعني اضطراب في التفكير وفي المشاعر وفي السلوك، المريض بيبقى عندي في اعراض كتير متلخبطة، لكن انفصال الشخصية ده مرض عصابي وفيها عدة اشكال ومنها ازدواج الشخصية. اثار جانبية زي الاثار الجانبية للادوية مثلا side effects، side effects، عنف
violence, violence, violence. العنبر بتحجز في المريض wall, wall. أعراض انسحابية withdrawal symptoms, withdrawal symptoms. انسحاب withdrawal, withdrawal. ورشة عمل workshop, workshop. وبكده نكون انتهينا من جزء النهاردة. أتمنى ليكم الاستفادة.